موجز الأخبار من أي بي سي نيوز عربية، أهلا بكم. المالية النيابية تكشف لأي بي سي عربية عن احتمالية إعادة الموازنة إلى الحكومة بسبب العجز ومضامين الثلاث سنوات منها. النائب محمد نوري يبين لأي بي سي عربية أن هناك توجه نيابي بخفض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزارات لسد عجز موازنة 2023. النائب عقيل الفتلاوي يؤكد لأي بي سي عربية عن وجود ديون مالية بنحو مليار دولار في ذمة شركة كوراك للاتصالات إلى الحكومة العراقية. رئيس لجنة الإعمار يوضح لأي بي سي عربية أن توزيع الأراضي دون توفير البنى التحتية يدفع بأصحابها للتخلي عنها. الخبير الاقتصادي محمود داغر يؤكد لأي بي سي عربية أن تأقلم التجار مع عمل المنصة الإلكترونية أسهم بانخفاض سعر الدولار أمام الدينار العراقي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.